السلام عليكم بنات سنة خمسة. مش من دي. دي ميس إسراء. دي بتقول ميس من دي. ميس إسراء معك يا عبي. يكون حاجة تانية. يا بنات انا اللي هدي النهارده السيشن بتاعت سنه خمسه بتاعتكم. هنركز مع بعض. اقفل لنا المايك. بص يا حبيبي، هو احنا هنشتغل شات، فبعد كل السلايد انا هشوف الاسئله بتاعتك ايه. هفتح الشات بتاعتك بعد كل سلايد اشوف انت محتاجه ايه او السؤال اللي عندك. بنات سنة خمسة سامعيني؟ أنا سامع صوت في حد فيكم؟ طب حد يرد عليا؟ انت سامعيني يا بنات؟ حد يرد؟ طب هو أنا ليه سامع صوت؟ طب ثواني حضرتك قافله المايك. سامعين؟ انتوا سامعيني يعني؟ تمام. احنا هنبتدي دلوقتي ان احنا ناخد الجزء الثاني من من درس الاولاني اللي هو اللايت. فاحنا هنبدا ب الـ Property number 2. احنا قلنا المرة اللي فاتت ان الـ Light Energy that can be seen هو الـ Visible Spectrum. وقلنا الـ Property number 1 ده نزل بالفيديو، نزل على القناة بتاعة المدرسة. نزل على القناة بتاعة المدرسة. نزل ان في فيديو. انتوا سامعيني كويس؟ حد يرد او يس؟ تمام ماشي يا ملك. الفيديو اللي نزل كان بيتكلم على اول جزء في الليسون، اللي هو وقف الفيديو ده وكان لغايه الشادو. فانتي بالتالي انتي خدتي اول بروبرت في اللايت ان اللايت ترافل ان ستريت لاين، وان ازاي تعملي فورميشن اوف ايمج ثرو نارو هول، وازاي تعملي ايمج سوري ازاي تعملي شادو. فاحنا النهارده هناخد بروبرتي تانية لللايت اللي هي ان الماتيريالز، ان انا ممكن اقسم الماتيريال لتلاتة: ترانسبيرنت، سيمي ترانسبيرنت، واوبيك. الترانسبيرنت ماتيريال يعني ايه ترانسبيرنت ماتيريال يا ميس اسراء؟ انا بحب ادي الاكزامبلز قبل التعريف. الاكزامبلز بتاعت الترانسبيرنت ماتيريال عندي ووتر، اير، كلير جلاس، وبلاستيك. طب يعني ايه مس اسراء برضك؟ يعني ليه دول سميتهم ترانسبيرنت؟ عشان هم مالهم allow most of light to pass through. allow most of light to pass through. بس كده؟ لا. الاوبجكت كان بي سين كليرلي. ممكن اشوف الحاجه من وراها كليرلي. دي مين دي؟ ترانسبيرنت. احنا دلوقتي لو عندنا جلاس وانا حاطه وراه بيكتشر فانا بشوفها كليرلي. ليه ميس اسراء بشوفها كليرلي؟ عشان الجلاس اللي معانا ده ترانسبيرنت. يعني بيعمل ايه؟ يعني هو allow most of light to pass through. الماتيريال الثانيه عندنا اسمها سيمي ترانسبيرنت. سيمي ترانسبيرنت مش ترانسبيرنت، لا هي سيمي ترانسبيرنت، او ممكن اسميها تاني اسم عشان افرق، ترانسلوسنت. السيمي ترانسبيرنت هنا بتعمل ايه السيمي ترانسبيرنت دي؟ او زي مين عندنا؟ عندنا زي التيشو بيبر والفروستد جلاس. لو احنا جبنا التيشو بيبر
وحطينا مثلا وراه بيكتشر، فانا شايفه ان في بيكتشر بس انا مش شايفاها كليرلي، انا شايفه جزء منها. يبقى هنا ليه شفت الحاجه اللي كليرلي هنا؟ عشان ده تبع السيمي ترانسبيرنت، allow some of light to pass through. الاوبجكت هنا سين سين هنا هتبقى less ايه less clear. طب الاوبيك ماتيريال، الاوبيك ماتيريال هنا doesn't allow light to travel through، ما بتخليش خالص اللايت تعدي. زي مين يا ميس اسراء؟ زي الود. لو انا عندي ترابيزه مثلا وحطيت ايدي تحت الترابيزه كده انا مش شايفه ايديا، ليه؟ عشان هنا الود هنا اوبيك، dont allow light to pass through، مش مخلي اللايت يعدي مني، dont allow light to pass through. الاوبجكت كانت سين، انت مش شايف الاوبجكت. زي مين عندنا؟ زي الروك والود والكارتون بيبر والالومنيوم فويل. يبقى احنا عندنا الماتيريال هنقسمها ليه ثلاثة، مين هما؟ ترانسبيرنت، سيمي ترانسبيرنت، اوبيك. مين هي allow most of light، كل اللايت يعدي منها؟ هي مين دي؟ ترانسبيرنت. طب مين ممكن اشوف الاوبجكت سين كليرلي؟ ترانسبيرنت. طب زي مين يمس اسرع ترانسبيرنت؟ ووتر، اير، جلاس، بلاستيك، ده كله ترانسبيرنت. allow most، وركزي جامد جدا في most دي. نمبر 2 سيمي ترانسبيرنت، او ممكن نسميها ترانسلوسنت، دي allow some not most، allow some of light، والاوبجكت بشوف منها وراها تبقى عامله ازاي، تبقى less clear. زي مين يا ميس اسراء؟ تيشو بيبر، فروستد جلاس. ايه فروستد جلاس ده يا ميس اسراء؟ الجلاس اللي هو بيبقى مش ستريت، الجلاس كده بيبقى مزخرف شويه، ده اسمه سيمي ترانسبيرنت ماتيريال، او تبع السيمي ترانسبيرنت ماتيريال. الاوبيك ماتيريال doesn't allow light to travel، الاوبجكت كانت بي سين ثرو ذم. زي مين بقى يا ميس اسرائيل؟ انا ما بشوفش من وراها عشان هي don't allow light to pass through، ده الروك والود والكارتون بيبر والالومنيوم فويل. السلايد دي هتبقى قدامكم دلوقتي، لو حد ليه اي سؤال عليها انا هشوف الشات بتاعتها دلوقتي. حاضر، هعلي صوتي يا بنات، هعلي صوتي، حاضر. بس انا عايزه اسال دلوقتي في السلايد دي، وحضرتك تكتبي لي الانسر في الشات عندك. ماتيريال allow most of light to pass through، الاوبجكت كان بي سين كليرلي، دي انهي ماتيريال؟ يلا بنات مستنيه الرد بتاعكم. مين هي الماتيريال؟ ترانسبيرنت. شاطرين شاطرين يا حبايبي، ترانسبيرنت ترانسبيرنت، حلو. طب ماتيريال allow some of light، some of light والobject is seen less clearly. سيمي ترانسبيرنت، شطوره. طب ماتيريال doesn't allow light to pass through، doesn't opaque، yes. give، يعني اقول لك سؤال دلوقتي، give two example، اديني two example على حاجه transparent material، اديني two example على حاجه transparent. water air، ماشي حلو، ماشي يا جان، ماشي يا من. طب انا عايزه تو ماتيريالز او تو اكزامبلز على السيمي ترانسبيرنت، تو اكزامبلز اوف سيمي ترانسبيرنت، سيمي ترانسبيرنت، سيمي فروستد جلاس، يس. شاطره يا سلمى، والتيشو بيبر، حلو. طيب
طب انا عايزه تو اكزامبل على حاجه اوبيك. دونت الاو لايت تو باس ثرو كارتون. ماشي حلو جميل. كارتون بيبر الومنيوم فويل. جود يا بنات. دلوقتي حضرتك بس يعني هتوقفي التايبنج وان احنا ناخد سلايد تانية. دلوقتي عندنا سؤال كومبليت انا عامله الانسر بتاعه. حضرتك بس كده معايا. material which allow some light to pass through. allow some تبقى semi transparent. yes but material which doesn't allow light big. yes number two material which we can see an object clearly. ممكن اشوف الحاجه وراها clearly تبقى transparent. material which allow most of light to transmit هتبقى allow most تبقى mean transparent material. هناخد حاجه تانية دلوقتي بس اشوف بس الشات بتاعكم انتوا كاتبين ايه. انا لسه داخله. ماشي حبيبي هنراجع تاني في اخر السيشن. يا ميس علي صوتك. حاضر والله ده اخر حاجه انا معلش صوتي جدا. دلوقتي احنا هناخد بروبرتي تانيه لللايت. how can we see things. ازاي ممكن احنا هنشوف دلوقتي بنشوف الثينجز ازاي حوالينا. تعالى نفكر كده مع بعضينا احنا ليه بنشوف الثينجز اللي حوالينا. ليه انت حضرتك دلوقتي شايفه مثلا في البيت عندك ليه شايفه الحاجه اللي حواليكي. اكيد في بروبرتي لللايت بتقول الكلام ده. حاجه اسمها لايت ريفليكشن. يعني ايه لايت ريفليكشن يا ميس اسراء؟ لو انت جبتي ميرور عندنا في البيت دلوقتي. لو انت عندك ميرور يعني وحطيتي قدامها او حطيتيها تحت سان لايت هتلاقي ان الميرور هنا السان لايت فولينج اون ميرور بعد كده حصل له ان هو ريفليكشن تو انذر سيرفيس. يعني ايه مس اسراء؟ يعني انا ممكن اشوف اللايت بتاع السان بس مثلا عندي على السكرين على الحيطه عندي. يبقى هو حصل ايه؟ حصل هنا حاجه اسمها اللايت ريفليكشن. ده عباره عن ايه؟ عباره عن باونسنج لللايت راي. ان اللايت راي حصل له باونسنج رجع تاني. رجع امتى يا ميس اسراء؟ لما هو اصلا فولينج اون ريفليكتنج سيرفيس. تاني لو انا عندي ريفليكتنج سيرفيس. ريفليكتنج سيرفيس زي مين يا ميس اسراء؟ زي الميرور. اول حاجه اللايت فول اون ات. اول حاجه اللايت فول اون ات. بعد كده هيحصل له باونسنج ريتيرنينج باك يرجع تاني. يبقى كده حصل له حاجه اسمها لايت ايه؟ لايت ريفليكشن. يبقى اللايت ريفليكشن ده ريتيرن باك او باونسنج لللايت. امتى؟ لما هو اصلا يحصل له ان هو فول اون ريفليكتنج سيرفيس. مش فاهمه يا ميس. تمام هي بس الناس اللي سابقاني دي بتتكلم على الريفراكشن خليها تجاوب بقى بس في اسئله الريفراكشن. يعني يبقى تاني هرجع تاني اللايت ريفليكشن. دلوقتي احنا لو عندنا ريفليكتنج سيرفيس زي ايه مس اسراء؟ ريفليكتنج سيرفيس مثال عندك في البيت على ريفليكتنج سيرفيس الميرور. المرايه اللي عندك في البيت دي هاتيها كده وحطيها تحت لايت او سان لايت. تحت سان لايت وبصي على الحيطه هتلاقي ان الحيطه اتكون عليها لايت. اللايت ده جه منين؟ اللايت ده جه من ايه؟ ان السان لايت نزل على الميرور ورجع تاني على الحيطه اللي عندك. يبقى حصل له ايه؟ حصل له حاجه اسمها اللايت ريفليكشن. لايت ايه؟ ريفليكشن. طب هو ميس اسراء في انواع من اللايت ريفليكشن؟ في تايبس اوف لايت ريفليكشن. ايه النوع اللي موجود عندي؟ اسمه regular reflection.
ايه مس ريجولار ريفليكشن دي؟ ان كل الريز تنزل على ميرور وترجع تاني مع بعضيها. طب ده يحصل امتى مس اسراء؟ يحصل لي حبيبي لو انت عندك شرط اساسي ان السيرفس يكون سموس وشايني. وان السيرفس هنا ماله سموس وشايني عشان يحصل عليه ايه مس اسراء؟ يحصل عليه حاجه اسمها ريجولار لايت ريفليكشن. يعني ايه ريجولار لايت ريفليكشن؟ يعني كل الريز زي ما نزلت زي ما تطلع مع بعضيها في نفس الدايركشن. فاحنا دلوقتي شايفين الراجل ده او الولد ده موجود صورته في المرايه. ميرور دي لايت ريفليكتنج سيرفيس. هنا ال تايبس اوف لايت ريفليكشن ريجولار ريفليكشن. حصل امتى الريجولار ريفليكشن ده؟ لو عندي السيرفس سموث وشاين. لو سمحت يا بنات انتوا سامعيني؟ الناس سامعيني دلوقتي؟ تمام. انا دلوقتي هبتدي اسال. سامعيني ولا ايه؟ حد يقول اه؟ تمام ماشي. انا دلوقتي اعيد تاني اللايت ريفليكشن. حصل لي ازاي اللايت ريفليكشن ده يا ميس اسراء؟ حضرتك هتجيبي ريفليكتنج سيرفيس زي مين؟ زي الميرور اللي عندك في البيت ده اسمها ريفليكتنج سيرفيس. وحطيها كده عند سان لايت. هتلاقي ان في لايت اتكون عندك على الحيطه على السكرين اللي عندك. اللايت ده جه منين؟ جه ان حصل ريفليكشن لللايت فولينج اون، نزل على ريفلكتنج سيرفيس، بعد كده حصل له ريتيرنينج باك، رجع تاني. دي اسمه ايه؟ اسمه لايت ريفلكشن. طب في انواع لللايت ريفلكشن؟ ريجولار لايت ريفلكشن. طب ده يحصل امتى يا ميس اسراء؟ لو لقيت السيرفيس عندك سموس وشايني. طب هو الشرط ده السموس والشايني يعني مين اللي عنده الشرط ده؟ عندك مين؟ الميرور. فلو شفت كلمه سموس شايني ميرور هتبقى ريجولار ايه ريفليكشن. عايز اسال دلوقتي في السلايد دي وانا هفتح الشات وابص عليكم. حاضر. رايت ساينتفك تيرم ذا باونسينج اور ريتيرنينج باك اوف لايت راي وين ات فول اون ريفليكتنج سيرفيس. يلا بنات عايزه الانسر بتاعكم. ريفليكشن. يس جود. حلو. الناس كاتبه ريفليكشن. ايوه كملي ال اي اي. يلا حبيبي يلا. تمام حلو. طب نسال سؤال تاني. جيف ريزن. جيف ريزن يو سي يور ايمج ان ميرور. انت ليه بتشوفي صورتك في المرايه؟ ميرور. ها انا قلت كلمه ميرور. ليه بنشوف صورتنا في المرايه؟ بيكوز ايه ده لايت؟ ايه ده؟ ليه هنا شايفين صورتنا في المرايه؟ انا قلت كلمه ميرور. لايت ريجولار ريفليكشن. صح يا اسماء. اسماء لاحظت ان هي كلمه لو انا قلت سموث شايني ميرور هقول ايه؟ ريجولار لايت ريفليكشن. يبقى بيكوز لايت ريفليكت ريجولار ريفليكشن. صح تمام شاطرين. حد عايز جواب تاني قبل ما يبقى ليه شايفين صورتنا في المرايه هنا؟ يو سي يور ايمج ان بلين ميرور ديو تو لايت ريفليكشن. مش لاحقين نجاوب ليه يا قلبي؟ انا والله سايبه اهو، سايبه بقالي دقيقه على فكره. انت لو كنت كتبتي حاجه كنت لحقتيها. ديو تو ريجولار ريفليكشن. حلو تمام شاطرين. ماشي يا رينات. دلوقتي هننتقل على حاجه تاني وهي اللايت ريفراكشن. ركزي كده. تانيه كانت ريفليكشن، دي لايت ريفراكشن. يعني ايه مس اسراء لايت ريفراكشن وايه الفرق بينها وبين التانيه؟ لايت ريفراكشن يعني حصل تشينج ان دايركشن اوف لايت ري. يعني ايه برضه يا مس اسراء؟
يعني أنا دلوقتي لو جبت كاب اوف ووتر وحطيت فيه سبون، حطيت فيه بن، أنا هشوف البن أو السبون دي هشوفها إيه؟ هشوفها بروكن. إيه ده، هي المعلقة فعلا أو البن حصل له بروك كسر؟ نو نو نو. السبون هنا شفتها أنت بروكن عشان حصل حاجة لللايت اسمها اللايت ريفراكشن. يعني حصل إيه يا ميس إسراء؟ يعني اللايت اتشينج دايركشن، كان ماشي عادي في الاير، لقى نفسه ان هو دخل في ميديم تاني اللي هو الووتر، فابتدى ان هو يغير يعمل تشينج في الدايركشن بتاعه. يبقى اللايت تشينج الدايركشن، يعمل تشينج في الدايركشن بتاعه امتى؟ لما يلاقي نفسه ان هو ان انذر ميديم، في ميديم تاني. يعني هو مثلا كان في اير دخل في ووتر، فاضطر ان هو يعمل تشينج ان ايه؟ دايركشن. يبقى هنا change in direction of light when light passes between two different transparent materials، يعني هو كان في air ودخل في water، فبيضطر ان هو change in ايه؟ in direction، عشان هو ده another medium. يبقى ممكن اجيب سؤال هنا وهستنى على الاجابه بتاعته شويه. Seeing the pen broken in transparent cup of water، ليه انا هنا شفت البن بروكن؟ حصل ايه لللايت؟ ده لايت ايه ده؟ شوف كده الشات بتاعتكم. ريفراكشن، ماشي يا اسماء. يبقى هنا احنا شفنا القلم مكسور، شفناه بروكن، عشان ده لايت ايه ده؟ لايت ريفراكشن. يس جود، due to light refraction. حلو، الناس ما بتلحقش تكتب، انا سايبه اهو. لو سمحت يا بنات، الناس اللي بتكتب كلام خارج المنهج ما تكتبوش تاني، عشان انا بشوف الكلام ده كله دلوقتي قدامي. فالكلام الجانبي يا شباب، يا بنات سوري، يا بنات لو سمحت يكون مش في الشات هنا اللي بيننا. يبقى احنا هنا خدنا حاجة اسمها light refraction that change in direction. هنا اللايت اضطر ان هو يعمل change في الدايركشن بتاعه لما لقى نفسه في another medium، يعني هو كان في air لقى نفسه في مين؟ في water. طب هو ميس اسراء، هو عمل change في الدايركشن، يعني حصل ايه بالظبط؟ يعني هو change في السبيد بتاعته. طب يا ترى اللايت faster in air or water؟ لا، هنا اللايت فاستر ان اير. الناس لسه بتجاوب. seeing the pen broken in transparent cup of water light refraction. تمام، في رناد على طول مسابقاني اهو، تقول لك ان الاير فاستر ان ووتر. يس، يبقى احنا هنا شفنا القلم البون البن هنا بروكن في الترانسبيرنت كاب اوف ووتر. ليه؟ عشان هنا حصل حاجه اسمها لايت ريفراكشن. السبيد بتاعت اللايت ان اير فاستر ذان سبيد ثرو ووتر، هو السبيد بتاعته اعلى في الووتر، في الاير، سوري، في الاير عن الووتر. يبقى يجي سؤال هنا كومبليت، سبيد اوف لايت ان اير وسبيس كده ذان ووتر، هتبقى faster than. يبقى تاني السؤال ده، seeing the pen broken in transparent cup of water، ده ليه؟ عشان ده اسمه ايه ده؟ the light refraction. The speed بتاعت اللايت in air faster than in ايه؟ in water. تمام، لا ال in water لا، في ال air اسرع. حاضر، هعيد حتة تاني. احنا قلنا، قلنا تاني، احنا ليه شفنا البن بروكن؟ عشان حصل حاجة لللايت. ايه اللي حصل لللايت؟ حصل له حاجة اسمها لايت ريفراكشن. يعني ايه لايت ريفراكشن يا ميس اسراء؟ يعني بدل ما هو كان ماشي كويس كده في الاير، لا، لما دخل في الوودر اضطر ان هو تشينج ان دايركشن، change in direction. السبيد بتاعته قلت في الووتر.
فده الإجابة بتاعت give reason seeing the band broken in transparent cup of water. ليه؟ اللي شفتها broken عشان ده اسمه light refraction. طب أنا عايز أسأل سؤال من عندنا, what happened putting a spoon in cup of water, إيه اللي هيحصل؟ broken. ماشي رودايل, ميس بليز سي ماي انسرز. اوكي هنشوف السبون ايه ساعتها. انا سايبه والله وقته, انا لسه ما غيرتش السلايد. انا دلوقتي السلايد دي متعلقه بقى لها فوق بقى لها كتير. بروكن, هنشوف الحاجه بروكن عشان اللايت ريفراكشن. يس جود. بروكن 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 بروكن. ماشي هنبتدي ناخد دلوقتي يا بنات, وقفوا بقى التايبنج. حاجة اسمها light separation. يعني ايه مس اسراء light separation؟ يعني انا ممكن من الوايت لايت اطلع منه 7 spectrum color. ايه ده ازاي مس اسراء؟ تعالى بس كده. light separation it's separation of white light into 7 spectrum color. من الوايت لايت طلع منه قد ايه color؟ 7 spectrum color. ليه مس اسراء؟ هو الوايت لايت اصلا ده بيتكون من قد ايه؟ الوايت لايت كونسيست اوف بيتكون من 7 كالرز. مين هم ال 7 كالرز اللي موجودين في الوايت لايت؟ ريد اورنج يلو جرين بلو اندجو فايلت. طب مس اسراء هو انا لازم احفظهم بالترتيب؟ لازم تحفظيهم بالترتيب. يبقى هنا الوايت لايت انا ممكن اعمل له سيباريشن. سيباريشن يعني ايه مس اسراء؟ يعني ممكن اطلع منه 7 سبيكترم كلر. طب مين هم 7 سبيكترم كلر اللي حضرتك ممكن تطلعيهم؟ عندنا مين اللي هو ريد اورنج يلو جرين بلو اندجو فايلت. تعالي بصي كده. طب مين مس اسراء اللي ممكن يطلع لي من الوايت لايت 7 سبيكترم كلر؟ في حاجه عندنا اسمها جلاس بريزم. الجلاس بريزم ده بيعمل ايه؟ بيعمل سيباريشن للوايت لايت into 7 spectrum color. separate يجي سؤال يقول لك mention use of prism. mention use of prism. prism ده بيعمل ايه؟ separate white light او sunlight into 7 spectrum color. يبقى light separation معنى ان انا بعمل ايه separation؟ يعني ايه؟ يعني بعمل separation للwhite light into 7 spectrum color. طب الوايت لايت ده اصلا بيتكون من كام كلر؟ 7 كلر. مين هم ال 7 كلر دول؟ ريد اورنج يلو جرين بلو اندجو فايلوت. طب مس اسراء مين اللي ممكن يعمل لي سيباريشن للوايت لايت؟ هو مين؟ الجلاس بريز. ماشي الناس بس اللي بتجاوب دي او بتتكلم دي. red orange yellow green blue indigo violet. ماشي يبقى انا دلوقتي انا عايز اسال في السلايد دي نبتدي نسال the separation of white light into 7 spectrum color. ده مين ده؟ the definition of what separation of white light into 7 spectrum color. لا لغايه دلوقتي الاجابات مش صح. light separation صح يا اسماء, اول واحده جاوبها صح. انا بقول لك الديفينيشن اهو the separation of white light into 7 spectrum color. ده مين ده؟ light separation. حلو ماشي يا اسماء. يس تمام light separation. أقول تاني the separation of white light into 7 spectrum color. في حد بيبعت emotion صح يا اسماء؟ ماشي الوايت لايت. الوايت لايت انا ممكن اعمل له separation ليه كام color؟ ليه 7 spectrum color.
red, orange, yellow, green, blue, and violet. طب الجلاس بريزم، الجلاس بريزم هو اللي بيعمل سيباريت للوايت لايت انتو 7 سبيكترام ايه كلر. في حاجه عندنا بتظهر كده في الساني دي افتر رينينج، حاجه اسمها ريمبو. ريمبو ده ظهر ليه؟ عشان احنا لو حصل رينينج الرين دي كانها بريزم، الرينز كانها ايه بريزم، بتعمل سيباريت. احنا عارفين ان البريزم بيعمل سيباريشن، هتعمل هنا سيباريشن للسان لايت وتطلع لي 7 سبيكترام كلر في السكاي. ادام ال 7 سبيكترام كلر ظهروا في السكاي اسميهم ايه؟ اسميهم ريمبو. يبقى هنا الريمبو ابير ان سكاي، بتظهر في السماء. وين سان لايت باس ثرو ووتر دروبليت، لما السان لايت يعدي من الووتر دروبليت لرين، مارين هنا كأنها ايه؟ كأنها بريزم. هتعمل ايه؟ سيباريشن للوايت لايت انتو 7 سبيكترام ايه كلر. مش فاهمه يا ميس. تمام يبقى احنا عندنا حاجة اسمها ريمبو. الريمبو دي تظهر امتى؟ تظهر في السكاي، تظهر في السكاي امتى؟ after raining. الرين هنا كأنها present، هتعمل separation للسان لايت وتطلع لنا قد ايه؟ 7 spectrum ايه؟ 7 spectrum color. يبقى احنا هنا عايزين نسألك انت كده سؤال ونشوف الانسرز. beautiful phenomenon appear in sky after raining. مين هي beautiful phenomenon؟ مين اللي بتظهر في السكاي؟ ريم. حلو. حلو. يبقى هنا البيوتيفول فينومينال ابير ان سكاي افتر رينينج، لان الرينينج هنا كانها بريزم وهتعمل سيباريت للسان لايت وتطلع لي 7 سبيكترام كلر، هي مين؟ الرينبو. ليه يا منى شايفه الاجابه بتاعتك؟ تعالي بقى نسأل سؤال كده كومبليت. الوايت لايت is separate into كام color وبنسميهم ايه الكالرز دي؟ سيفن color وبنسميهم ايه؟ كملي بقيت الإجابة، نكتب بإنجلش يا شباب يا بنات. سوري لا ما اسمهمش ريمبو، اسمهم 7 spectrum color. هما عندنا 7 color وبنسميهم ايه؟ 7 spectrum color. شطورة. وهو عندنا هنا هتبقى 7 color ونسميهم ايه؟ 7 spectrum colors. is used to separate white light into 7 spectrum color. ممكن انا استخدمه ان انا اعمل سيباريت مين هو؟ الجلاس ايه؟ جلاس بريزم. We can see in the sky، احنا بنشوف ايه في السكاي during the rainfall؟ تبقى ريمبو. كده يا بنات ان شاء الله الليسن خلص، وان شاء الله نعمل عليه ايه؟ ان شاء الله نتسائل فيه المره الجايه. اشوفكم على خير.